بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من فيديوهات لعبة روبلاكس. بنشوف هذه اللعبة، جرافيكس حلوة، رسمات حلوة، اللاعبين موجودين، نختار فريق الآن. اوكي، نختار هذا. يلا سيكوريتي ديبارتمنت، الآن مسؤول عن الأمن. اوكي، يقول في لاعبين كثيرين بالسكيورتي. معقولة اصير زبال؟ والله لا 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 لا، القناة نفسها قناة، ممكن تقدر تقول قناة زبالة، فاصير زبال ايضا. والله مشكلة. اوكي، هنا لازم ادفع 200 روباكس الان، ابغى شيء ببلاش يا شباب. اوكي، نروح للطاقم الطبي نجرب. طيب، دبل هيلث، يا ليل، بس اللي كل شيء لازم تدفع فيه. اوكي، حلوين حلوين. الآن مفروض اني اساعد فريقي، يعني مفروض، يعني انا ما انا مقاتل، انا انسان طبيب، والطبيب هو الجندي المجهول، هو الجندي المجهول في الحياة. هذا صراحة الاطباء خط الدفاع ضد الامراض، ضد الكوارث الصحية، مثل ما نشوف الآن في كورونا. حفظ الله الجميع، حفظ الكوادر الطبية. فبنشوف الآن، أنا مفروض أساعد زملائي، بس عاد وين زملائي؟ عاد كيف أعرف زملائي؟ حنا جوا منشأة، أظن في المريخ، أظن، على ما أعتقد حنا بالمريخ. أوكي، هذا الكرت المفروض يفتح الباب الآن. اوكي، اوبن دور، اي لازم تضغط، لازم تضغط على زر الباب. اوكي، نروح هنا. هلا بالخوي، هلا بالخوي. اوكي، ما في احد يفتح الباب، لازم نفتح. هلا والله دكتور. اوكي، ما ادري ايش قاعد تقول، بس يلا نلحقك ونشوف، نطالع الهمج. او هذولا تبعنا، هذولا. اوبن بالك هيد، اوبن بالك هيد، نفتح. ما ادري ايش البالك هيد، بس يمكن القزازه هذه، والله ما ادري. اوكي، ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ طيب نفتح الباب الآن. أوه، هنا متجمعين، هنا متجمعين الشباب، ينتظرون الأكل الآن. أوكي، يو مي. أوكي، كم. أوكي، لازم تسحب كل واحد يسوي له فحص ظن. أنا بقول نفس الشيء، أوه كذا. والله اني ما امون على الشعب انا، ولا لي خبرة طبية يعني صراحة، ولا لي، ما اذكر اني دخلت كلية طب يعني صراحة. ف ما ادري يعني ايش المطلوب، يعني ما ادري ايش اسوي، بس نبحبش كذا انت ونفتش وندور بالابواب والغرف. ان شاء الله بس اللعبة ما تهنك. يلا 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 يلا، سرير 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 و جيتار، والعياذ بالله، فلنكسره يا قوم. اوكي، انت معليش، شكلها غرفة ذا، والله انا قفطني ذا.
قفطني قفطني والله. لا خلاص ما راح نكسر الحين. يقولون متطرف، يقولون انت متشدد يا الدكتور. لو اني انا الدكتور لكن من باب هي قدها تمد المدري ايش اللي معاك ذي. اوكي نشوف الان، ما اعرف ايش يسوون يعني صراحة، بس هذا شكله تبع الجيتار ذا. يوم شفت شعره ذا العراقي ويلي ويلي، وش ذا، وش الشعر، يا ساتر من اي حلاق. خلنا نشوف الشعر مرة ثانية ناخذ فكرة عنه. اوكي نحاول نسولف مع الرجاجيل، ما ادري هو رجال ولا لا. I am new. اوف يا هذا العلم، وش صار؟ وش صار؟ وين اختفى؟ وين راح؟ لا تقول انه اوكي. دخل غرفة العلاج، هذه غرفته. معليش مسحب وجهي، والله مسحب وجهي لحيط الغانم للشعر الغانمة. هاي اوكي خلنا نشوف وين نحطه ذا، وين نحطه. عندنا غرف كثير نفس النظام، بس هذيك او كلها فيها جيتار. يعني ابو شكلهم ذولا. انا داخل في منشأة تبع هيئة الترفيه ولا منشأة طبي. اي يا ولد انا مالي دخل، انا ما ادري الصراحة. هم بس كذا يدخلون الناس بالغرف ما ادري غرف سجن او غرف طبية او غرف الله اعلم. هذا نظام اللعبة باختصار، فيها شوي من وبا. اوكي هذا الدكتور فعلي، هذا الطبيب. وانا اذكر اني اخترت اني اكون طبيب، بس اوكي هذه العدة الطبية. ايوه هذا الدليل معي اللي يشك اني دكتور. القم هذه بخشمك عطاء. القم انا دكتور غصب عنكم. فبنشوف الان وضعنا مع اللعبة هذه. جرافيكس رهيب، حلو جيد، التفاعلات مع اللاعبين ممتاز، بس المطلوب باللعبة الله اعلم. بس كذا تمشي وتهاوش مع تقفل البيبان على ذا وترفع ضغط. اوف 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 ابن الكلب. هذه فكرة اللعبة يعني باختصار تهاوش تحارش مع مسؤولين الامن، مع العساكر وبس. هذه لعبة ولا هذول العساكر صراحة بكل مكان لازم يصيرون نفسين يعني تقريبا، يعني زي ما شفنا بأمريكا. لعبة جيدة. هذول شكلهم من شرطة لوس أنجلوس. الله يحفظنا. بس الحمد لله على نعمة الأمن والأمان بالبلاد العربية والإسلامية وبلادنا. فالآن نشوف الآن الوضع. الباب ما يشتغل صراحة. اوكي حد قربت، اضغط open door
ما فيش اقول صديق، ما فيش اقول، ما فيش اقول. ف يعني اللي شاف اللي صاير بامريكا، اعوذ بالله اعوذ بالله، عشان بس كم شرطي صراحة. يمكن شرطة لوس أنجلوس يشتكون منها الشعب، وشرطة نيويورك أيضا يقولون أنهم عصابات بلباس شرطة، يقولون أنهم يعتدون على الناس، زي الأخ ابن الكلباء قاعد يطلق على المسلمين، مو مسلمين بس على المسلمين، يعني على المساكين. يقول لك شرطة لوس أنجلوس وتسببت حتى الاحتجاجات أصلا ما هي سلمية، احتجاجات كلها سرقة، أغلبها بعضها سلمي لكن الأغلب كلها سرقة وتكسير وتخريب. نسأل الله السلامة. نشوف الآن نهاية هذا التسجيل، نهاية هذه التجربة في هذه اللعبة. لعبة جيدة لكن لا تطول فيها كثير. ممكن بداية تطوير اللعبة، أتوقع الماب لسه ما اكتمل، والله ما أدري، بس لا يوجد إلا منطقة واحدة اللي في منطقة الكافتيريا أظن، حتى الباب صار لازم بالواسطة. اوكي هذا وش فيه ذا؟ وش فيه ذا مفنقس؟ وش فيه ذا؟ هي 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 نوثق بر بك، يا لعن أبو شكلك، يا لعن أبو شكلك، وتاركني مع هذا، تاركني مع الطعس. لا والله مشكلة، مشكلة صديق، صديق أنا في سوي سندويش فلافل، يبغى نرفع ضغطه شوي يطلق علي. اوكي يب، شوف شوف شوف، كلب قتله قتله قتله، عينك 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 عينك، عنده مفتاح ذا ولا ايش؟ يا والله عنده مفتاح، انا مالي دخل، انا مو انا اللي قفل البيبان. ابعد عن ذا وقد تفرج عليه، شو اسوي؟ اخاف يحقد علي، بس انا ما اقدر اساعدك يا ابن الناس، قصدي ابن الكلب. تعال منا، تعال منا يا حيوان، من هنا. بقفل عليه عشان ما يدري. ايوه مقفول الباب، تمام تمام تمام، ما بدخل سري، ما يعرفه الا الاذكياء. هو هذول اللي قاعد، هذول الحيوانات اللي قاعدين يقفلون علينا. والله دخل، دخل الكلب، مشكل مشكل مشكل. جانا هل يعني عن ابوك، قاعد يطلق قاعد يطلق، وخر وخر وخر، قاعد تهيط علينا انت المسدس. انقلع يا شيخ. لعبة جيدة، تحارش مع المهايطية ذولا فقط، يعني هذا وضعك باللعبة هذه. أتمنى تكونوا استمتعتم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.